اليوم كنتواجدوا في الوقفه اللي دعات لها الجبهه الاجتماعيه باعتبار حزب الفدرالية اليسار احد المكونات ديالها. هذه الوقفه هذه جات في سياق الغلاء ديال الاسعار اللي كتعرفوا اليوم بلادنا، اللي حنايا عبر عدد من المنابر يعني كحزب سياسي عبر بيانات مختلفه وايضا من داخل البرلمان عبرنا على الموقف ديالنا الثابت ضد غلاء الاسعار، وان اليوم خاص الحكومه وخاص الدوله يتحملوا المسؤوليه ديالهم من اجل التدخل والوقف وتحديد عدد من الاسعار، خصوصا اننا مقبلون على شهر ديال رمضان، وكيف كتعرفوا ان حتى العادات ديال الاستهلاك ديال المغاربه كتغير فيه وكيوليو مقبلون اكثر على عدد من المواد اللي هي اساسيه، فبالتالي اليوم خاص هاد الاسمنه تنخفض، خصوصا وان الرواتب كامله هادشي راه تكلمنا غير على الناس اللي كتشتغل، اما كيف كتعرفوا حتى البطاله كترتفع رواتب كتبقى ثابته. الحوار الاجتماعي مازال اليوم ما كاين فيه حتى مستجدات، فبالتالي اليوم كنعبروا على موقف ديالنا كنحتجوا ضد غلاء هاد الاسعار. احنا كنعتبروا ان اللي خصو يتراقب اليوم هما اللي المنتجون ديال هاد المواد، هو السوق ديال الجمله وماشي البائع الصغير، لان احنا دائما كنتوجهوا لاضعف حلقه، الوغ كو المسؤول اليوم على ارتفاع الاسعار كاين على المستوى اللي الفوق، دونك على المستوى ديال سوق الجمله كيف كتعرفوا كاين واحد النوع ديال الاحتكار، كاين نوع من الريع اللي كيخلي وكيجعل من هاد الاسعار انها ترتفع، فالمراقبه اكيد انها مزيانه لكن خصها توجه عند المسؤولين اللي في يدهم القرار من اجل تحديد هاد الاسعار هاد.